جايب لك ثلاث عطر ذي الخلف تتميز بيها وأداها قوي ورواح غريبة وغير مقلدة ابتكارات. عندك توكسيدو حلو بس صار أداء ضعيف، مميز عطر راقي فخم. الثاني إذا تحب الدخان والجلود والعود وضيف عنها زهار البنفسج كوير من أف سالوران. هذا العطر بقصة حلوة عميقة وأداء قوي، مرة واحد استخدمه يبعد عني 7 مترات هيك الهواء يجيبه ريحة مات، عرفته مميز مميز وما ضارب ترند وما مقلد، فهذا تتميز بيه. والثاني إذا أنت من عشاق العطور نوتة الفانيلا أنصحك بعطر بيبي كار، ضرب ترند سنة 2023 وحقق مبيعات، وفعلا شركة أف سالوران البوتيكات البلندن فريت فر ما لقيت إلا بوتيك واحد وآخر قطعة. بيبي كات عبارة عن ريحة جلود أو جلد الغزال مع الفانيلا، لكن مميز وحلو. وأنا أتفق معك إنه هذا نقي وهذا نقي، لكن بيبي كات مو نقي، لكن أداء قوي وثابت وفاوح ثلاثة للجنسين، لكن هذا أحسه رجالي أكثر. وبيبي كات للجنسين 50-50، يعني ما يروح للجانب النسائي ولا يروح للجانب الرجالي. طيب أي واحد أنا أفضل من وجهة نظري؟ لو كان توكسيدو أو توكسيدو كان أداء قوي لكان خليته عطر التوقيع الشخصي بالخريف.